يعني قضية من الكبار أو من الصغائر، يعني ماذا يترتب على هذا الأمر؟ يعني هل إذا قلنا له هي من الكبائر سيقلع؟ إذا قلنا من الصغائر لن يقلع؟ يكفيك أن تعرف أنها حرام، انتهى الأمر. كبار ولا صغائر، شيء لا يرضي الله، شيء لا يرضي الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف. يكفي، خلاص الإنسان يبتعد عن هذه المعازف. أما إذا كانت الأغاني بدون معازف ولا تغنيها نساء وليس فيها كلام فاحش أو يعني محرم بشكل عام مثل فخر أو سب أو قبيح أو كذا، كلام عادي ما في بأس، هذا كلام وإن لحنه باللسان ما يضر إن شاء الله تعالى، لكن الممنوع هي الموسيقى التي تصاحبه أو أن الكلام نفسه يكون سيئا، هذا الممنوع. أما إذا كان غير ذلك فالأمر فيه سعى إن شاء الله تعالى.